جيت ما معيش حاجة لضخ، ما معيش حاجة تاني خالص والله. واشتغلت، اشتغلت برضو وكفحت وعملت كل حاجة، وربنا كرمني الحمد لله لحد ما ربنا سحبني، والحمد لله ربنا كرمني فيه. وأول ما جيت فتحت هنا خدت البيت، وبعد كده رحت وفتحت من باب، ولسه بدور على حاجات تاني برضه. مش عيب الشغل، لازم الواحد يكافح من الحياة المهنية، يعني بلا طول عمره هيبقى شغال عند الناس. كان يوم مختلف، لما كنت شغال عند الناس كان يوم مختلف. كنت متضايق وفي ضيقة نفس وبتاع، وعايز اوصل باي طريقه، يعني عايز اعمل اي حاجه عايز اعملها، بس كاتم على نفسي لحد ما ربنا سهل. كان لما انا فوقت نفسه وطرح وخلاص وربنا كرمني، ده انا شفت المراره، يعني ما خدتش حاجه ما اشتغلتهاش، كاتم عليك لحد ما ربنا سهل سبحان الله وتعالى سهل لي. والله اقول لهم يا اخوانا، يعني الصراحه أنا حتى لو واحد معاه شهاده اعلى شهاده وربنا كرمه باي شغلانه في الايام اللي احنا فيها دي برضه يخش فيها، حتى يجيب حتى مصاريفه، يعني ما بقاش يجيب جواز ولا يجيب اي حاجه، يجيب مصاريفه. اسيبك الزمن والايام والليالي دي اخطر منهم كلهم. يعني مثلا ما انت بقى الصاحب، يعني ما تخسروش، انت عدى عليك مره ما رد عليك السلام، مره ما عديش عليك، مرة ما رضاش يديك يرد على الإسلام عادي. والله أنا هسيبك للزمن والأيام والليالي، عفلت من الزمن هتديني الأيام، عفلت من الأيام يا دي عصار الليالي بالليل. الناس بتبص على الشغل إن هو عيب، إن أي شغل عيب وبتاع، لازم يشتغل حاجة معينة. شو اشتغل حاجة؟ حاجة معينة، يعني مش أي شغل يعني. يعني أنت دلوقتي لو رحت عند واحد صاحبك والسلم بتاعه خشب، مش هتطلع خشب ولا مش هتطلع؟ ولا هتقول لا ده السلم على السلم نظيف؟ انا صاحبك رايح عنده، طب هتعمل ايه؟ الشغل زي كده، انت وحظك، انت رايح ساكن في عماره نظيفه، وفي صاحب عندها عماره نظيفه وفي سلم كويسه، وفي صاحب على قد الحال والسلم بتاعه مكسر، تطلعوا ولا مش هتطلعوا؟ Thank you.